من دايهاتسو اس يو في ياباني 100%، راح نتعرف على كل تفاصيله بعد لحظات، خلوكم معنا. شركة أوتوستارز وكلاء سوبرو بلبنان وأيضا دايهاتسو المصنع الياباني المعروف جدا، اليوم مرة جديدة هاروت راح يعرفنا أكثر عن هالاس يو في يلي عنده نجاح كثير كبير بلبنان والمنطقة. هاروت كيفك أول شيء؟ ماشي الحال. دايهاتسو عريقة جدا بالسوق العالمي وعنده نجاح كثير كثير مهم، شو سببه؟ دايهاتسو هي أول شيء صناعة يابانية وبعدها عم تتصنع صنع اليابان وجمع اليابان، أول صنع ياباني 100% يابانية. اليوم رح نحكي عن التيريوس الاس اكس اللي هي فول تايم فور ويل درايف اللي بتمشي على كل الطرقات بالمدينة بالطبيعة اوف رود تلج وحل وبتناسب جميع الاعمار وللعائلة كمان، جاهزة لكل التحديات. سيارة كتير فيها علو على الارض ممتاز، عالية عن الارض ومثل ما شايفين التينتد جلاس الاوريجينال الناحية الخلفية. مزبوط، الناحية الخلفية عندنا الروف ريلز، عندنا المسكيتب ويب كروم، الومنيوم ويلز، الماد جاردز، حتى كفر الدولاب عم بيكون من هون السيارة، حلو كتير على شعار الشركة. مزبوط، مع الكروم كمان حتى الإشارات عم تكون المصابيح بيضة. كتير حلو اللوك الجديد تبع التيريو صراحة، كتير ملفت. وعم نشوف كمان سايد فيو، مزبوط نشوف اللايز الديناميك يلي بتخلق لوك سبورتي لهال اس يو في الرائع. فعلا مواصفات كثير حلوه للتيريوس من دايهاتسو. بدنا نحكي هلا رح احكيك شوي عن السيفتي اللي بهالاس يو في التيريوس. السيفتي فيها السيستم النظام الفور ويل اللي فيها فول تايم فور ويل درايف، يعني على طول بتشد على اربع دولية بالسياره. نحن ماشيين على الزفت على الكويا، فيها ستابيليتي اكيد، فيها بيرفكت هاندلينج، وبالاضافه كمان عندنا الفريمات الـ ABS مع الـ Electronic Brake Force Distribution. في عنا كمان النظام الـ Central Differential Lock، وكمان فيها الـ LSD إذا اضطرينا بدنا نطلع أوفرود على التلج ما منعتل هام شيء، تمشي على كل الطرق. سيستم أوفرود عم بيكون ما بتوقف، كتير متطور. فيها Impact Sensing Safety، بتقطع بنزين لا سمح الله صار في أكسيدون مشان ما تحترق السيارة. فيها Double SRS Airbags، فيها اكسترا شاسيات بسقف السياره وارضيه السياره ومن قدام ومن الورا، حديده ممتاز يعني كهيكل خارجي مزبوط عم بيكون صح. ممتاز جدا سيفتي وايز ماكسيموم سيفتي كمان ماكسيموم. بدنا نحكي هلا نشوف السياره من جوا ونتابع اكيد حديثنا عن المحرك وغيره. بدايه عم نحكي هروت عن الناحيه الخلفيه، عم نشوف الفولدبل سيت صح. بيسيح فيها من وراء من المقعد الخلفي ثلاث أشخاص بيهدوا مرتاحين، وفيها شغلة كتير مميزة بيفتح بيبها 90 degrees تتسهل الانترنس والإكزيت من السيارة بكل سهولة صح. والمقعد الخلفي فليكسيبل، فينا ننيم الظهر لورا، اللي قاعدين ورا إذا رايحين مسافة بعيدة بنايموا لورا أكتر، بنايموا لورا تيرتاح. مزبوط، تيرتاحوا أكتر. أوكي، وإذا اضطرينا بدنا صندوق سبيس أكتر فينا ننيم المقعد الخلفي ونفتح الصندوق بعده. بيرفكت، يعني كثير عمليه السياره من جوا، خاصه اذا معنا باسنجرز بيرتاحوا كثير بالقعده. عندنا اصلا روف صن روف عالي، يعني عم تشوف كمان من ناحيه الهيد روم والليج روم كثير السياره واسعه، وبيسع فيها خمس اشخاص مرتاحين بهالسياره، مرتاحين كبار بالعمر. نعم، كمان احياء اماميه حلو كثير. طب نشوف الكومبينيشن الالوان بين السيلفر كمان والجراي والبلاك، كومبينيشن كثير رائع وسبورتي ولكجري كمان نفس الوقت. بنشوف عندنا الاوديو بالدريكسيون، عندنا الراديو سي دي ام بي 3، اوتوماتيك اير كونديشنينج كلايمت كنترول، عندنا مالتي انفورميشن سيستم. يعني سيارة حلوة كتير من جوا مثل ما عم نشوف هاروت، عملية وفي options كمان كتير أساسية فيها. راح نتابع حديثنا معك، نوصل هلأ نحكي عن محرك التيريوس من دايهاتسو. عم نرجع نشوف ناحية الخلفية الحلوة كتير لهالتيريوس مع جانت السيارة كمان. قلت لي اول تايم فور ويل اكيد. نعم. خبرنا اليوم المحرك تبعه، محرك 4 سلندر 1500 سي سي 16 سباب دبل اوفر هيد كام دي في في تي دايناميك فاريبل فالف تايمينج باورفول
باورفول انجن بنفس الوقت ايكونومي بتعمل 280 كيلومتر ب 20 لتر بنزين. ممتاز. تانكي يعني بتعبي بنزين وبتنسى. بتنسى. عم بتسوق فور ويل. عم بتسوق فور ويل اول تايم فور ويل درايف. حلو كثير. فعلا شغله كثير مهمه هاروت. نتابع حديثنا هلا نشوف شو الهوت ديل. في شيء هوت ديل على السياره؟ طبعا. يلا لنشوف شو محضرين لاوتو ستارز. عوضونا على سبيشال اوفرز بهالفتره. بدنا نشوف على دايهاتسو تيريوس شو القصه. سعر هالدايهاتسو تيريوس الاس اكس اللي هي توب اوف ذا لاين بفئتها سعرها ب 19900 دولار بس ب 19900 دولار. وهلا في عليها سبيشال اوف مقدمين التي في ار والتسجيل مجانا. نعم التي في ار والتسجيل مجانا كلهم بس لفتره معينه ولكميه محدوده. وفيك تعمل كمان تست درايف لهالسياره. في الزبون يمرق على حي الصاله شوروم من فروعنا موجوده بكل اراضي اللبنانيه صيفي زلقه نهر الموت جوني صيدا بعقلين نشوف. الو يعني موزعين بكل مناطق لبنان. والسبيشال اوفر اليوم الهوت ديل تسجيل وتي في ار صح فور فري مزبوط. وكمان عنا اذا بتحب تقسطها في سند 269 دولار بالشهر بس فينا نقسطها وفيها تكون اقل كمان اذا راحوا لعندكم على الشوروم صح وشافوا السياره وعملوا تجربه. برجع بعيد هيدا الاوف بس لفتره ما معينه محدوده. شكرا على كل المعلومات هاروت. نحن بتحب تضيف شيء بعد؟ بذكرك على الكفاله 3 سنين 100,000 كيلومتر طبعا فول وورنتي. ومنذكر جراجنا كمان على اوتوستاد متن السريع عندنا جراجنا من اهم جراجات بالشرق الاوسط اكبر من 3500 متر مربع. ثانك يو مره جديده بنلاقيكم بكره بسياره جديده اكيد على ام تي في. الى اللقاء.